فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نتأمل في المعاني والأسرار المتعلقة بسم الله تعالى الشكور يقول الله تعالى في سورة فاطر إن ربنا لغفور شكور كيف يشكرنا الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه شكر الله سبحانه وتعالى لعباده هو عبارة عن يمكن أن نقول عن أمرين الأمر الأول هو الثناء على أفعالهم وكما نعلم جميعا أن في القرآن الكريم آيات كثيرة يعني تمدح المؤمنين المؤمنين وقد أفلح المؤمنون هي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و ايات كثيره جدا من, من, من هذا القبيل آه يمدح الصابرين ايضا آه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فهناك آف آه يعني شكر كثير عباره او في غلاف ثناء على افعال المؤمنين آه. هذا شكر من الله سبحانه وتعالى لكن هناك شكر اخر عملي م. هذا الشكر العملي في مقدمته آه أنه يجازي بالكثير على القليل يعني يكون عمل الإنسان قليلا ولا أقول قليلا جدا ولكن أقول لا نسبة بين هذا العمل القليل وبين الجزاء الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للعبد وكأن وهذا نوع من الشكر العملي من الشكر العملي طبعا الى جوار الشكر النظري اللي ورد في الايات هناك شكر اخر قد يكون شكرا يعني ف له مثلا بالاعمال القليله التي يثيب الله او يعني يضاعفها الله او يعطي اكثر منها وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى وتقرره وتثبته آه مثل قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع, سبع سنابل في كل سنبلة مئة, مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آه واضح أن معنى الآية أن عمل الإنسان القليل الذي قد يكون في وزن حبة يلقيها أو يفعلها فالله سبحانه وتعالى يتعهدها بعدين تنبت سبع سنابل وكل سنبلة تحمل مئة حبة حبة فالحبة اللي هي أصل العمل ده أنتج يعني سبعمائة حبة ففي الثواب الله سبحانه وتعالى يعطي سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء ثم بعد ذلك المسألة مسألة مفتوحة اه اه يضاعف وممكن اللي يعني معنى يضاعف مرة ثانية يعني السبعمية 700 ب 1400 آية تطمئن القلب الحقيقة طبعا آيات يعني آه تدفع الإنسان دفعا لعمل الخير مهما كان صغيرا مهما كان صغيرا ما هو برضه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي يعني لو تحط له شوية مية من الدلو أنت تطلعه وهو معه كوب أو معه شيء تفرغ له لا تحقر هذا معروف يعني لا تستهين به لا تستهين به لا تستهين به وأيضا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وبعدين يعني. خذ بالك الثاني من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها يعني سبحانه وتعالى ده كرم من اخر كريم آه. كرم لا 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 حدود له ولا يعني لا يستوعبه عقل الانسان من من سعته ومن فرض اكرامه لعبده. ايضا من جاء بالحسنه فله خير منها. كمان ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور. فهذا التزيل هنا برضو الشكر ليه؟ لأنه ما لأنه يزيد في الحسنة حسنا وعددا ومضاعفة وأيضا آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فالوصف الله سبحانه وتعالى يعني بالشكر في هذه الآية ده طبعا هو معناه الجزاء الكثير على العمل القليل أيضا فخر الدين الرازي يعني من كبار علماء التفسير يعني قال لك انظر تفكر في أن الله سبحانه وتعالى يجازي بالجنة والجنة معروف أن نعيمها مقيم أبد الآبدين <applause> لا تستطيع هذا يعني نعيم الجنه لا يقاس ولا يقدر. هو يعلو على التقدير لانه ابد يعني كلما افتكرت ان هذه نهايه لا مستمر لا تستطيع ان تتصور توقفا لهذا الاستمرار. ده معنى الابد. انه مستمر الوجود مستمر الوجود. فلنفرض ان هذا العبد يعني حتى يعني ملا حياته كلها حسنات. ولفتره مئة سنه. يعني ماذا تساوي عمل نقطة عمل مئة سنه آه. في جزاء مقيم نعيم مقيم نعيم مقيم. ده ده لا نسبه له على الاطلاق. لا نسبه لان ده محدود وده لا محدود ولا تستطيع ان تنسب الـ الـ المحدود الى الى غير المحدود مستحيل كذلك مطلع. من كفر طوال عمره واسلم في اخر لحظه من حياته بالضبط آه. وقد ضربوا هذا المثل آه. وقالوا لو أن إنسانا كان كافرا بالله وبنعمة الله سبعين عاما ثم مثلا دخل الإسلام ومات آه. من لحظة فأن الله سبحانه وتعالى يجازيه بالجنة هو النعيم المقيم طبعا و... يعني نعيم مقيم على لحظة هو أسلم لحظة واحدة آمن استحق النعيم به النعيم المقيم. اعترف به ورجع إليه واعترف بأنه هو الله الخالق فهذا هو معنى الـ الـ الشكر الإلهي للعباد وهو الجزاء بالكثير على القليل سواء كان ينمي هذا القليل أو سواء كان هذا القليل يعني هو كل ما فعله هو هذا القليل آه. في, في حياته الدنيا طبعا كما يشكرنا الله سبحانه وتعالى يشكره عباده الصالحون وفي الصلاه حين نقوم من الركوع نقول دائما ربنا لك الحمد والشكر ما الفرق بين الحمد والشكر يا مولانا نعم الحمد هو الثناء على الجميل لكن الشكر فيه معنى ابعد وهو الثناء على يعني الحمد الثناء على على أنه سبحانه وتعالى حميد مجيد غفور شكور إلى آخره لكن الشكر يكون على فعل فعل بك فأنت تشكره تشكر الفعل لهذا فطبعا يعني الحمد ده ثناء على الله سبحانه وتعالى الشكر هو يعني شكر بمعنى أنه اعتراف بأن أن الله سبحانه وتعالى آه رزقك وأعطاك وأنت تشكره يعني كأنه في مبادلة اه أما الثناء فهو الحمد ابتداءً إنما الشكر هو الثناء على جميل فعل بك وأمر آخر برضه يعني نبينه في هذا الأمر وهو أن الشكر الحقيقي كما يقول العلماء هو الشكر الإلهي شكر العبد لا يمكن أن يكون شكراً حقيقياً آه لأنه مبادلة فيه نوع المبادلة والشكر الحقيقي هو الشكر الذي ليست فيه مبادلة ولا مقاصة ولا انتظار ثواب ولا أن قدمت شيئا لي يكون شيء كل هذا محاط به شكر العباد نما الشكر الحقيقي هو شكر المستغني عن هذا الشكر ده شكر ربنا سبحانه وتعالى آه ده شكر الله سبحانه وتعالى مستنين تعالي. مننا حاجة يعني هو شيء. غني بذاته آه. فهذا هو الشكر الحقيقي الذي يقال عليه الشكر لانه شكر من لا ينتظر ثواب من لا يعطيه تبادلا من لا ينتظر آآ آآ شيئا فان بالعكس ده هو يعني متصدق ومنمي ويشكر عبده يعني والعبد رغم شكره يعني لا يستحق هذا الشكر انما هو, هو فضل من الله فضل من الله سبحانه وتعالى آه إنما شكر العبد لله شكر يستحقه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم لئن شكرتم لأزيدنكم كيف نشكر الله عز وجل؟ نعم هذا سؤال مهم جداً آه، وها هنا أمران الأمر الأول أن آه، يداوم العبد على الشكر يعني ما يكونش شاكر يكون شكور بمداومة هذا امر، الامر الثاني الا يكون الشكر هو عباره عن ترديد عباره يقولها الشكر لله ربنا لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد اللهم الشكر عندما تاتيه نعمه او كذا او كذا وانما قالوا ان الشكر لابد ان يكون من جنس النعمه التي يشكر عليها م. مثلا واحد اوتي مالا م. ما ينفعش الشكر هنا اللهم لك الحمد والشكر <applause> إنما لا بد ولذلك يكون الشكر من جنس النعمة يعني تخرج من هذا المال مالا الشكر في المال إخراج الزكاة برقم واحد إخراج الصدقات إخراج ما تصل به رحمة ده مهم جدا فلو فعلت كذا فأنت الآن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة لكن لو شكرته مئة مره بلفظ الحمد لك والشكر لك والمال كما هو وال يعني آه الله اعلم يخرج للمستحقين او لا يخرج هذا ليس شكرا ويعني لان الشكر حينئذ حينقلب الى 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 لفظ سهل وده ما يؤتاش عليه الثواب ولا الثواب الكبير كما قلنا والجنه الى اخره ولذلك عايزين نحفظ الشكر من جنس النعمه مم. يعني مثلا زكاة الـ 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 كما قلنا ما تصل به رحمك يعني شوف يا أخي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ده أمر وفي ناس كثير يقول لك أنا مدام ما دام طلعت الزكاة ما حدش لي حاجة عندي ثاني لا كلام ده غير الصدقات تعملت لي نعم وآت ذا القرب في آيتين في آيه في إسراء اللي قلناها وآت ذا القربى حقه المسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا والآيه الثانيه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. أو خير لهم أفضل طبعا أفضل وجه الله وأولئك هم المفلحون. زكاة العلم مثلا العلماء عليهم زكاة مش عليهم زكاة بمعنى أن نقول الحمد لله أنا رجل يعني أعلم غيري لا بد أن يعلم غيره هذه هي الزكاة وإلا إذا لم يفعل ذلك فهو لا يعد شاكرا لله على هذه النعمة ده درس مهم جدا يا مولانا الشكر من جنس النعمة من جنس النعمة آه. من جنس النعمة تمام خذ مثلا الطبيب الطبيب الذي أوتي علم الطب لا بد أن يشكر ربنا على هذه النعمة والشكر هو ان يعالج الفقراء. أن آه، يعالج الفقراء ويهتم بهم اهتمامه بابنه المريض. باسرته المريضه. يعني يهتم ب... ب... بعلاج الفقير هكذا. وطبعا شوف اللي بيحصل الان ايه. ده لا يوجد شكر لا يوجد ولذلك لا في بركه في الفلوس ولا في الفلل ولا في اللي هي بيسموها في البنوك دي حسابات. الامور كلها ويهيأ له في النهايه انه هو كانه ما عاش هذه الفتره في بقى بعض النعم بنشكر ربنا عليها بالحفاظ عليها زي الصحه طبعا الصحه الـ الـ دي نشكر طبعا الحفاظ على الصحه لكن تعين مريضا آه. والقوي برضه قوي وصحته قوي وكذا يعين ضعيفا مم. فكل شيء له زكاه له زكاه هذه الزكاه من جن من من جنسها برضو يعني الأمر الثاني اللي ممكن يطبق على العباءة والعبد يستفيد منه في هو أن يشكر الناس وده طبعا في ناس كتير تأنف من هذا يقول لك يعني ده معناها يا إما ده نفاق في ناس فلسف كده من من الناس اللي هم ليسوا على حظ من من العلم الصحيح في الدين يقول لك لا ده ده نفاق أنا أشكر ربنا بس طبعا هذا أمر خطأ ويعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك وقال لا يشكر الله من لا يشكر الناس مم. إنما ما أريد أن أنبه عليه هو أن شكر العبد للعبد ده أمر مطلوب شرعا وكفانا يعني وكفى بهذا الحديث يعني تبريرا لأن يكون هذا الفعل من فضائل الأعمال في حديث ثاني برضو يعني من ما معناها من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له يعني شوف برضو حتى لو ما معكش حاجة خالص لا في دين في رقبتك فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار الموصول وأحبائنا الكرام إلى أن نلتقي مجددا مع الإمام الطيب سلام الله عليكم ورحمة وبركاته